تحاول الحاجة أم علاء ترقيع خيمتها بما تمتلك من معدات بسيطة. فالشتاء على الأبواب، ولا تتأمل أن تصمد خيمتها أمام عواصفه أكثر مما صمدت خلال السنوات الماضية. طلعنا نزحنا من 4 سنين تقريباً، بدك تقول الحمد لله كل حال. وقعدنا اشترينا هالخيمة، ما عنا يعني أحسن منها، عشنا نسوي من رقع من هون، تشق من هون، من رقع من هون. إيش بدنا نسوي على الله؟ وعنا ختيار تعبان عمره 70 سنة، ما غرجه شغلة يعني، عد ما هو مريض، ما عنده، ما بيخزن يشتغل. يعاني قاطنو مخيم الأبرار قرب بلدة التعوم من قلة المساعدات المقدمة لهم، حيث غابت مشاريع السلال الغذائية وكذلك مياه الشرب، ويتوقعون شتاء قاسيا في ظل اهتراء معظم الخيام وتهالك أقمشتها وعدم وجود العوازل، عدا عن قلة وسائل التدفئة وعدم قدرتهم على شرائها. نعاني من مشاكل عديدة، أولا بالنسبة لقلة المساعدات الإنسانية، وبالنسبة لمشروع المياه، مياه الشرب قد انقطعت منذ 20 يوما، وترحيل القمامة كمان، كثرة القمامة بأرضية المخيم، والناس تعاني من الأمراض والذباب والأوبئة بسبب انتشار الحشرات وعدم ترحيل القمامة. وفي عنا الخيم مهترئة جدا تحتاج إلى عوازل. يعتمد 90% من نازحي مخيمات الشمال السوري على السلة الغذائية والمساعدات الأممية كمصدر أساسي للعيش في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل، ويتخوفون من شتاء قاس ستغيب عنه مشاريع المنظمات التي كانت تقدم لهم مواد التدفئة.